دي ان انا اخد انا اللي مغلوب، بيتهاري. انا اللي ليا، انا اللي بلاليك بالي مغلوب. عليا، ان شاء الله نتحاسب بعدين. المهم حاسب بس بعدين وانا يعني سؤال، يعني انت اللي تبقى يا نهار اسود ومنيل بعد كده، نتحاسب بعدين ايه؟ انا سيبها اللي كده مغلوب، انا اللي كده يا مغلوب. سيبها. تجبيس يا جدعان، تجبيس يا جدعان، كله 5 ضغطات يا جدعان، 7 جولة نخلص، 5 ضغطات على الشاشة وسيب ايدك، التجبيس ده نوصله 3000، تجبيس كله اللي في اللايف بيكبس، هي اللي غلطانة وانا اللي مغلوب. ازاي بقى؟ يعني هي اللي غلطانة والمشكلة بينا، عايزة هي اللي تتغلط، بتقول لي انا اللي مغلولة، انت اللي مغلولة ازاي؟ بتكلمي مين؟ انزل نفذ الحكم. مش هنزل انفذ الحكم يا هدير، قولي لي احكام هنا يا هدير، اي مش هتحظر سواقه من الاخر. انا ما قلتلكش سوق. اما انا لازم اسوق السوبر ماركت، ازاي هروحه من غير سواقه؟ بورينج، فيري بورينج، فيري سيلي، فيري كل حاجه في يا بنتي، الدنيا. يا بنتي بقول لك ايه، اسمعي اللي افهمي، اللي انا وبيني وبينك مشكله، وانا اصلا يعني انا مخنوق وانت مخنوقه، فانت عايزه تكملي الخنقه ولا ايه؟ ما انا مش فاهم، ما انت خلاص بقى، انا كده يعني انا كده خلاص يا زهقت بجد. لهوي على البكاسة يا ربي، ما شفتش بجاحة في حياتي زي البجاحة اللي بشوفها اليومين دول من البشر اللي حواليا. البشر اللي حتى حواليك. زي وردة طب بقول لك ايه يا دير، قولي لي، قولي لي احكامك عشان هنزل، قولي لي احكامك. بتنزل؟ اقول لك انا نازل دلوقتي، يلا يا دير سلام. ايه ده يعني ايه نازل دلوقتي؟ ده نزل من على اللايف، ده نزل قصدي من الجولة، ده نزل من الجولة. المصحف اقسم بالله على فكره يا جماعه والله العظيم هو اللي يعني عامل معايا مشكله من امبارح، وغلطان متسرع وغلط وقليل الادب وقليل الذوق، وانا كل ما بردش ما ردتش الغلط بالغلط، ولا انا حتى رديت خالص، انا قفلت تليفوني وكان عندي عيد ميلاد رحت حضرته وتلاشيت المشاكل اللي ممكن تحصل على امل ان النفوس تهدى. النفوس شكلها لسه صفرة، قال يقول لي انا اللي بصفر، وانا والله مش بصفر، وحياة ربنا ده هو اللي بصوا الصفر والغل مطرشه مش طايق لي كلمة، مش طايق لي كلمة. أما كل ده احنا لسه على البر، أما لما أنا بينزل في وشي ايش في ها ها، ايه اللي جاي فين؟ انت اللي بعتيلي، انا اللي بعت لك يعني؟ انت تبعت وتقول لي انت اللي بعتي لي ازاي يعني؟ بس يا هدير يعني اهو نرجع بقى لنفس الزفت. يا روح ماكسيم يا ابني بقى، ما تقوم تنفذ الحكم. قولي احكام، طب اقول له احكام يا جماعه، قولوا لي احكام، هاتولي بقى احكام يا جماعه بقى، قولوا لي انتوا، رشحوا لي احكام لسياده السفير، سفير النوايا الحذرة. انت اصلا كلامك يزعل يعني، يعني انت مقتنع بعد كل اللي بينا وكل اللي حصل في حياتنا وكل ده اللي انا اصفر منك؟ واصفر انا؟ انا على اني جزئية بس وضح عشان ايه؟ انت عمال تقول، انت قلت اللي انا اصفر. لا وغير اللي انت قلت لي اللي انا بغل، بغل منك انا؟ انا قلت ان انت بغلاوي صراحة. انا غل منك؟ مش مني، مش عشان الجوله ولا الدعم، لا انا بتكلم على المشكله اللي بينا، يعني ان انت بغل ما بسبب، احنا بينا اصلا مشكله. ما انا بتكلم على كده، ان انت اصلا غلطان. انا اللي غلطان؟ غلطان؟ ايوه غلطان. يا نهار اسود، انا اللي غلطان؟ والله غلطان. انا اللي غلطان؟ بقول لك ايه، بص بص بص، فكر قبل ما تتكلم، افكر فكر قبل ما تتصرف، عشان اي حاجه تبقى محسوبه عليك، واي حاجه انا بقى مش هعدي تاني، عمال انا بعدي من الصبح، عايز من اعترف الصبح لك. ده انا بعدي من امبارح. طب انا عايز اعترف لك، ولا مش هعترف دلوقتي؟ ده مصيبه لو اعترفت دلوقتي، هبقى انا اللي غلطان بجد، فانا مش هعترف. لا اعترف يا اخوي، اعترف يا حبيبي. انا ما اعرفش انا ازاي كنت هعترف، ربنا ما اعترف. ما تقول، اقول طبعا، قولي احكامك يلا. يعني ايه مش هتعترف؟ يعني ايه تقصد تعترف على ايه اصلا؟ انا كنت هعترف بس افتكرت لا ما ينفعش اعترف، خليها لحد الثانيه دي، انت اللي غلطانه الحمد لله قدام ربنا. انت بتقول ايه؟ انت يعني مين اللي غلطان؟ انا مش فاهم، انا ولا انت؟ انا اللي غلطانه؟ انت يا ابني بيجح قوي يا ابني.
يا بنت يا بنت لسانك، هقطع لك لسانك لساني يا ايه؟ سكا، طب يا سكا يا انا كده جربانة، يا سكا يا جربانة، هقطع لك لسانك يا سكا. شفت تامر حسني كان بيقول لها يا معفنة انت تستاهلي قسما بالله، ده انت تستاهلي 100 عارفين بقى، مثلا يعني لو انا اللي كنت بقول له كده دلوقتي كان عمل ايه؟ كان عيط، وانت ازاي تقولي لي يا معفن ولا يا جربان؟ كان البطحه هيتحسس عليها وهيتاخد الكلام على جوه، وانا كده قصدي اشتمه واقل منه قدام اللايف وقدام الناس، بس انا عشان انا حد سوي وناضج وعاقله وبرضه يعني مش هاخد على كلام بتغلط فيها بالطريقة. اطفال خدت وكيدز بالك انت؟ اللي احنا قاعدين فيها خدت دي بالك انت اللي هي بتغلط فيها خرابي. بالطريقة؟ طب احنا هنفضل نتخانق قدام الناس ولا ايه؟ يا بنت افهمي اللي في بيننا مشكلة. يا نحل يا نفضل نشد انت نشد. يعني انت في بيننا مشكله زي، طب احنا في بيننا مشكله وخلاص خلصنا، جاي تتح قدام الناس ليه؟ انا مش يعني انت جاي عمالة ما انت انت اللي قلت لي انا مغلولة اصلا منك عشان انت اللي غلط. انا يا هل ام هل يا روح قلبي على ايه وعلى فنزاتي وحبايب قلبي. خلاص صالحين. امشي يلا، امشي يلا، اطلع بره. يا جنة. قول ما لي يرضى عليك والله يا مروان. يا رحومة والله العظيم بموت فيكم، اقسم بالله مستشار امير يا جماعه انا بحبكم قوي. ايه اللايف القمر ده؟ ده تقريبا، لا تقريبا ايه ده، ده بجد احلى لايف انا يعني من ساعه ما فتحت التيك توك. انتوا متخيلين؟ فاكرين يا جدعان ايام ما كنا انا بغض النظر عن اي يعني اعراض سلبيه خارجيه. خليك تصفر كده اي كلام. فاكرين يا جدعان اول ما انا وهي كنا بنفتح لايفات والناس كانت بتصمم فيديوهات حلوه لينا، كانت البت دي كان لسانها حلو وكان وكانت جميله كده وكانت كيوت وكانت لذيذه لدرجه اللي كان العصافير كانت طالعه من وشنا، عصافير كده عصافير بتجري، كانت الدنيا كلها بتصور لايفاتنا. ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ فاكرين؟ طب يلا كله 5 ضغطات على الشاشه وسيبوا ايديكم، 5 ضغطات وسيبوا ايديكم، بس طبعا مع الوقت كل حاجه بتتغير، كل حاجه. وكل حاجه بتبان. انت بتقول ايه؟ هو كل ايه اللي بيتغير؟ بتتغير للاحسن يا قمر. يا للاحسن. حبيبي كل واحد بيختار معاملته، كل راجل بيختار معاملته انا مش يا هتعامل ابني. المعامله دي انت يا بنت ربنا افهمي. بيحبك، انت ربنا انا بيحبك مش بواب مظبوط، يا بنت، وانا عشان تعاملي مستحملاك. معامله بتعاملي معامله البوابين كده، ده البواب احسن مني كده. 42 ورده، ما تقولش على نفسك كده والله، تسيب الناس. انت ما عامل اقدرش، ما اقدرش والله يا جماعه. والنبي افتحوا الضب، انت بس اللي بتاخد كل حاجه على صدرك زياده عن اللزوم. ما انا مش عارفه ده، دي قله خبره في الحياه ولا ده مثلا بحكم يعني انت راجل شاب اللي برضه احنا يعني. بينا ستريس كبير جدا الفتره اللي فاتت، دبل 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 خلاص بقى ومشاكل، فاي حاجه بقولها انت نفسك لما بقول لك اي حاجه بتزعلي. ما انت ردود افعالك اصلا على اي حاجه بتحصل حتى لو قد كده بتخليها قد كده. وبعدين فكره ان انت كل ما يحصل منك خناقه تجري على الستوريز بتاعت الانستجرام، ده بيقل ده انت منك. بتجيبها لي بالطريقه عشان تلف الكلام وتوريها للناس. لف الكلام لفي. هلف طب الكلام ليه؟ يلا هو بقى مش انا الناس هعترف شايفه لك. طب وشافت؟ حلو، لا انا هعترف لك. شفت بقى الستوري اللي انا نزلته؟ حد نزله جاب 1,000,000 مشاهدة على التيك توك. يلا اني ستوري يا اللي انت هاي. مسحتيه، اللي انت مسحتيه من الاكونت بتاعي، واللي عندك اعمليه. ها ولا اعمل اي حاجه عادي يعني، انا واحد اهبل وعبيط ومتخلف وعيل صغير ما يفهمش حاجه في الدنيا لسه، ولا يعرف يعني ايه اصول ولا يعني ايه يعني ايه ما اعرفش يعني ايه سول. استني بس عشان انت بتعبطي بالكلام. انتشار هو حبايب انت قلبي قلت البت قسما بالله. ايه اللايف هو انت الحلو بتقولي ده؟ الكلام وتعبطي ولا ايه؟ دي ما تعبطيش بقى. ايه اللايف القمر ده؟ ده يا وش السعد، يا وش الخير، يا وش الهنا، يا وش القمر. ده ايه القرفة القمر دي يا مروان؟ فعلا اقدام الرجاله، اقدام والمصحف. طب دين امي انا فاتح معادين اهلك النهارده خالص، غوري في 60 داهيه انت والخرا اللي من الخرا قدام.
انا اتشتمت، انا بجد اتشتمت. يعني انا بشكر فيه شتمني. هو انا مستفزه بجد؟ قولوا لي يعني، لو والله العظيم بجد انا استفزته. طيب ده انا بشكر فيه يعني، ده انا بقول له يا وش لا يا وش السعد، فعلا الرجاله قدامي قدام الخير. طب انا معا ما تشوه. اخويا بصراحه كنت انا يعني كنت ناوي، اخويا الكبير قال لي ان انا منفعل وان انا يعني اعتذر لكم. انا بجد بعتذر بجد، لا والله عنه عشان بقى الفانز بتوعه ذاتي حبايب قلبي. ومش هيبقى في ساعة بجد مش هقدر اطلع غير واعي ادرك تصرفاته. يعني انا بقى شريع غير